السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بيكم من جديد. رجعت لكم تاني بقوة، وحشتوني جدا جدا جدا. بإذن الله هقدم لكم كل جديد من تحديات وفلوجات ومقالب ووصفات تخسيس وطبيخ وآخر أخبار الكورة. انتظروني وشكرا. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.